الواقع الإجراءات اللي اتخذها السيد الكاظم منذ تسلمه رئاسة الوزراء التي جاءت بسبب إحدى النتائج لانتفاضة تشرين المستمرة، هذه هي الحقيقة. في تقديري كل ما يحدث في العراق لا ينبغي أن ننشغل به إلا بالقدر الذي له علاقة بالصراع الأساسي الذي يحدد طبيعة التشكيلة السياسية والحراك السياسي عموما، وهو الاحتلال المزدوج للعراق، الاحتلال الأمريكي الإيراني. هذا الصراع نتائج هي اللي نشوفها الآن، يعني بعد مقتل سليماني في بداية هذا العام وانكسار إلى حد ما الشوكة الإيرانية المتوغلة في أكثر من منطقة بالعالم وفي مقدمتها العراق في الشرق الأوسط، هذا الانكسار بدأت تراجعت بسبب الضغوط الأمريكية، ولكنه لا ينبغي أن نتفائل أكثر. ما زال هذا الاحتلال المزدوج قائم وجاثم على صدور العراقيين، يتحرك، تنسحب إيران مرة، تنسحب أمريكا مرة، لكن هذا الاحتلال مطلوب وضروري لهم اثنين، لا يمكن يعني واحد محتاج الآخر للوجود. فبالتالي احنا نريد اذا نريد نتأمل خيرا في القادم ينبغي الضغط على امريكا من اجل يعني زيادة ضغطها على ايران حتى تنكشف كل الملفات. هذه عملية يحاول ان يقترب من هذا الملف، طبعا بتوفر أجواء اللي تساعد على هذه القضية، يعني طهران منسحبة كثيرا من الشأن العراقي. ملف العلاقات الدولية بالنسبة إلى العراق طبعا كان ضمن الاحتجاجات التي طالبت بداية الاحتجاجات، المحتجين طالبوا بها بداية الاحتجاجات، لكن الاحتجاجات اليوم أيضا تسيطر على المشهد كما تفضلت. لما لا يتم تلبية مطالب المحتجين برأيك لإيقاف هذه الاحتجاجات بدلا من إيقاف العنف الممارس ضدهم وأيضا ملاحقة المسؤولين أو بعض الجهات الأمنية؟ هذا صحيح جدا، هذا لكن تلبية المطالب تتعرقل أمام طبقة كبيرة مستفيدة فاسدة تحكمت بالشأن العراقي. ليس من السهولة توقع انسحابها ببساطة، سيتطلب الأمر جهود أكثر. أنا في تقديري الكاظمي إذا يريد يعبر عن نوايا حقيقية وطنية عليه أن يتمسك بهذا الحراك، لأن هذا الحراك وهذه الانتفاضة هي اللي وصلت الكاظمي. لولا هذا الحراك لا يمكن، فعليه أن يتمسك أكثر ويضغط بهذه الجماهير المليونية أكثر فأكثر، من أجل مو ضغط على هؤلاء الفاسدين، ضغط على أمريكا من باتجاه الضغط على إيران من أجل لجم أزلامها وأدواتها في العراق. الأمر معقد جدا، لأنه الكاظمي ليس بعيد عن الصورة، كان مدير مخابرات فهو يعرف التفاصيل أكثر مما نتصور، وبالتالي إذا كان صحيح خليني يكشف لنا مو الشهداء اللي سقطوا البارحة والبارحة مع كامل الاعتزاز إليه، خلي يكشف ملف 700 شهيد وعشرات المختطفين ومئاتها، يكشفها ويشوف ذاك الوقت إذا نستطيع أن نتأمل خيرا. لكن هذه خطوة إيجابية أستاذ ضمير. إحنا نشجعها بأمل أن يكون أكثر جرأة وأكثر قوة ويعتمد على الجماهير العراقية. ربما ينساق بعد ذلك إلى كشف عن المتورطين، عن قتلة المتظاهرين كما تفضلت الذي بلغ عددهم أكثر من 600 متظاهر منذ بدء الاحتجاجات في العراق. متفق، ولكنه اللعبة أكبر من كاظمي وأكبر من أي عراقي سياسي، يعني اللعبة مثل ما قلت محكومة بالصراع الأمريكي الإيراني، عليه أن يعي هذه القضية، هو واعي جيد يعني المسألة ويوارس، ويجب أن يمارس الضغط على أمريكا من أجل أن تحدد الصراع. وهذا الضغط لا يمكن أن يتم إلا عن طريق استثمار القوة الجماهيرية المتعاظمة للمتفوق. هذا باختصار شديد. شكرا لك ضيفي من المغرب الأستاذ ضمير مهدي حمد، باحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا.